Assalamualaikum. Saya ingin bacakan surah Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ قال لقمان لابنه وهو يعظه أي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته